ما بك يا حسن، لم أرك في خيمة أبي اليوم. كنت هناك ولكني خرجت بعد أن سمعت معاذ بالرفاعة. وماذا قال؟ سأل معاذ أبي أي شيء تريد وإلى أين تذهب بنا، فأجابه أبي: أما الذي نريده فهو الإصلاح، قبلوه منا وأجابونا إلي. فسأله معاذ: وإن لم يجيبوك؟ فقال أبي: ندعهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر. فألح عليه معاذ بالسؤال، فقال أبي: نتركهم ما تركونا. فألح عليه معاذ بالسؤال وقال له: وإن لم يتركونا؟ قال أبي بعد صمت: تنعنا عنهم ودافعنا عن أنفسنا. وماذا في ذلك يا أخي؟ أتسأل يا حسين؟ إنها الحرب والله. يا أهل البصرة، إن الكلام لن يوفيكم حقكم من الثناء. جزاكم الله من أهل بلد، جزاكم الله من قوم تخافون الله وتقيمون حدوده. إن هؤلاء القتلة وإن كانوا من قبائلكم، إلا أنهم استحلوا دم أمير المؤمنين عثمان فقتلوه في البلد الحرام وفي الشهر الحرام. جزاكم الله خيراً إذ وقفتم معنا ضد قتلته، وإنه والله لنصر من عند الله. الله أكبر، بارك الله بكم يا أهل البصرة، فقد كنتم خير سند لنا على إطفاء نار الفتنة. خذوهم وأقيموا القصاص عليهم، خذوهم. هل هؤلاء هم جميع الهاربين من الغوغاء؟ بقي حرقوس بن زهير السعدي. حرقوس بن زهير السعدي فقط؟ إنه رأس الفتنة، إن لم تقبضوا عليه فما صنعتم شيئاً. إن كل هؤلاء لا يعادلون حرقوس. مروان على حق، إن بقي حراً طليقاً فسيعود إلى سابق عهده من الغي. قد امتنع في قومه بني سعد، ولكن بني سعد معنا، وقد أجابونا إلى ما طلبناه منهم ونهضوا لنصرة عثمان رحمه الله، فكيف يمنعونه عنا؟ إنهم قومه، استجار بهم فأجاروه. لا إجارة لقاتل عثمان. ليس لنا إلا أن نحدث شيخهم السعدي، اطلبوا إليه أن يلتقي بنا في قصر إمارة البصرة ولنرى ما سيكون رده. أما أنا فسأخرج الأمير عثمان بن حنيف ثم أمضي إلى بيت المال وأوزع العطيات على الناس، لقد كلفتهم هذه الوقعة فوق طاقتهم. وحرقوس كما تعلمون من الذين خرجوا إلى المدينة واستحلوا حرمتها، وأنتم ولا أزكيكم على الله نعم أهل الإسلام، قد أجبتم دعوتنا لنصرة أمير المؤمنين عثمان رحمه الله. ولكننا استغربنا امتناعكم عن دفع حرقوس بن زهير إلينا، رغم أن أهل البصرة قد دفعوا من امتنع بهم من أبناء قبائلهم إلينا. اسمعوا يا قوم، أما أننا نخرج معكم إلى ما تدعون إليه من الإصلاح فنعم، أما أن ندفع إليكم بحرقوس فلا. فكيف ذلك؟ تدعون أنكم معنا لنصرة عثمان وتمنعون حرقوس وهو رأس من خرجوا إلى المدينة؟ هذا ما رآه قومنا، ولا نستطيع أن نجبرهم على شيء. وإن أصريتم على طلب حرقوس منا فلن نخرج معكم. أنتم وما تريدون. يا قوم، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه في المواطن أعلم بالله جل وعز
وبرسوله ممن لم يصحب. وإن كان لكم علينا حق فأنا مؤديه إليكم. كان الرأي ألا تكلفوا الدخول في هذا. فأما إذا كان مكان فاعلموا أنها فتنة صماء، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب. فكونوا مجمع العرب، أغمدوا السيوف، وانصلوا الأسنة، واقطعوا الأوتار، أو المظلومة والمضطهدة حتى يلتئم الأمر وتنجلي الفتنة. هذا ما تراه يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما وليت بطلب أمير المؤمنين، فإن رأى أن اعتزل فما أنا بعاص أمره. فكل ما أخشاه أن تقع فتنة وتسيل دماء، أريد أن أدفع نفسي عنها قدر الإمكان. أنت أميرنا يا أبا موسى وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عهدناك إلا أمينا، وما تراه أقرب إلى الحق وأبعد عن الفتنة. قد شاء الله أن تجري الأمور على ما جرت عليه. يا أبا عبد الله، إن هؤلاء الغوغاء قد يتسببون بفتنة بوجودكم هنا، فيبطل الإصلاح. قد كان ما كان، ونحمد الله أنه مكننا من قتلة عثمان الظالمين. اسمحوا لي بالخروج إلى أمير المؤمنين، فلا يسعني البقاء في البصرة. كنت أرجو أن تبقى معنا لأننا لا ننازعك أمرك، ولكن لا بأس، فنحن نتفهم رأيك. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خير المسلمين. ماذا سنفعل مع بني سعد؟ سنقبض على حرقوس حتى وإن حموه ومنعوه عنه. لا لا، سنتركه الآن وسنمسك به في قابل الأيام، ولكن بعد أن تهدأ الأمور قليلا. يبدو أنه ليس أمامنا حل آخر، فقد حاولنا جهدنا مع بني سعد ولكنهم مصرون على رأيهم. يجب أن نبادر بإرسال الرسائل إلى بقية الأمصار حتى نخبرهم بما حدث. هذا هو الرأي. تأخر عبد الله بن عباس في الكوفة، أخشى أنه لن يوفق فيما ذهب إليه. أهل الكوفة لن يستجيبوا إلا لكلام أبي موسى الأشعري الذي أخافهم من الفتنة فاستجابوا له. أكثر أهل البصرة صاروا مع طلحة والزبير، وهذا سيصاحب الأمر على أمير المؤمنين. تفائل بالخير يا حسين، سينتهي هذا الأمر على خير إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي يريدك يا حسن. وماذا يريد؟ لا أعلم، ولكنه قال لي أرسل لي الحسن. لماذا تأخرت على أبيك؟ اغفر لي يا أبي. لا بأس عليك، اجلس. قل لي، كيف حال أخوالك بني كلب؟ إنهم بخير الحمد لله. وصلك كتاب أيها الأمير. من أين؟ من البصرة، من عند أم المؤمنين وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. يزيد، اذهب وخذ قسطة من الراحة يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. من أم المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان. أما بعد، استبسل قتلة أمير المؤمنين فخرجوا إلى مضاجعهم، فلم يفلت منهم مخبر إلا حرقوس بن زهير، والله سبحانه مقيده إن شاء الله. وإنا نناشدكم الله في أنفسكم، إلا نهضتم بمثل ما نهضنا به فنلقى الله عز وجل وتلقونا، وقد أعذرنا وقضينا الذي علينا. الحمد لله الذي أمكنه من أعداء الله قتلة عثمان رحمه الله. ولكن علي بن أبي طالب خرج بجيشه، وأخشى أن تقع بينهم فتنة يشعلها من يتربصون بالمسلمين الدوائر. ما داموا قد تمكنوا من بغاة أهل البصرة
فسيمكنهم الله من طغاة أهل الكوفة، وسيساعدهم بذلك علي بن أبي طالب إن شاء الله. ومصر؟ هذا رأس فتنة أهل مصر عندنا، وسنقيم عليه القصاص. أرجو أن تكون الأمور قد بدأت تسير إلى نهايتها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا محمد. سنخرج أنا وأنت إلى الكوفة. إلى الكوفة؟ أجل، تأخر علينا ابن عباس، ولا يظن أبي أنهم سيأتون معه، لذلك تم تكليفنا أنا وأنت للذهاب إلى الكوفة. السمع والطاعة لأمير المؤمنين. كما وأمر قرضة بن سعد الأنصاري أميرا على الكوفة خلفا لأبي موسى الأشعري. أن يكون مسعانا خيراً يا أبا محمد. سنسعى إلى ذلك إن شاء الله. إن أمير المؤمنين يسعى لإبعاد الفتنة عن المسلمين يا أبا محمد، وهو لا يوفر جهداً في سبيل ذلك. لا أدري يا أبا اليقظان، ولكني أشعر أن هناك من يوهر الصدور ويؤجج الفتن، وأتمنى أن يكون شعوري خاطئاً. تفاءل بالخير يا أبا محمد، تفاءل بالخير. أمير المؤمنين وطلحة والزبير من أشد الناس حرصاً على تحاشي الفتنة. صدقت يا عمّا، صدقت يا صاحب جدي صلى الله عليه وسلم. إنه الحسن بن علي وعمار بن ياسر. الحسن بن علي وعمار بن ياسر، يا أهل الكوفة، وصل الحسن بن علي وعمار بن ياسر. يا أهل الكوفة، وصل الصحابي الجليل عمار بن ياسر. جاء الصحابي الجليل عمار بن ياسر، وصل الحسن بن علي بن أبي طالب. من رأيك يا أبا موسى؟ إن المستشار مؤتمن. قد جعلنا الله عز وجل إخوانا، وحرم علينا أموالنا ودماءنا، حيث قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نقدر مخاوفكم يا أبا موسى، نقدر مخاوفكم، ولكن أمير المؤمنين من أحرص الناس على حفظ دماء الناس، هذا عهدنا فيه. لو كان غير ذلك لما خرجنا معه. وهل عندي شك في ذلك يا عمار؟ فأمير المؤمنين أمير في الزهد والورع والتقوى، ولكنها فتنة باقرة كداء البطن تجري بها الشمال والجنوب. بوركت يا أبا موسى، بوركت، ولكن لابد من إمارة، لابد من إمارة تنظم الناس وتنزع الظالم وتعز المظلوم. يلي بما ولي وقد أنصف بالدعاء، وما أراد إلا الإصلاح. ليس عندي شك في ذلك، ولكنني أعتزل هذا الأمر. فماذا ترى أيها القعقاع؟ سأخرج بجيش إلى أمير المؤمنين وسأسمع منه، وسأسعى إلى العمل معه على الإصلاح إن شاء الله،
ومعي عدي بن حاتم. ونعم الرأي، ونعم الرأي. أراك هذه الأيام كثير الشرود يا أخي، على غير عادتك. ألن تخبر أخاك الصغير بما يشغلك؟ إنني قلق على الحسن يا محمد. وهل مثل أبي محمد يخشى عليه يا حسين؟ ليست خشية يا محمد، لكننا لم نعتد أن نفترق كثيرا، فقد كنت إلى جانبه دائما. لا تقلق، ما هي الأيام ويعود إن شاء الله. إن الحسن يحمل همّا لا تحمله جبال، فهو لم يكن يريد خروج أبي إلى البصرة والشام. إنه يخشى عليه من الوقوع في الفتن. لن يكون إلا ما أراده الله يا أبا عبد الله، لن يكون إلا ما أراده الله. وإني لأرجو أن يعود الحسن من الكوفة ومعه الرجال، فإن له في قلوب الناس حباً ومعزة. أرجو ذلك يا محمد، أرجو ذلك. ماذا يا خراس؟ أظن أنهم مقبلون على حرب لا تبقي ولا تذر. تظن؟ هي الحرب قادمة لا محالة. والزبير وطلحة ومن معه لا يستطيع منعها. ما أراك إلا كنت مصيبا يا ابن سبأ. غدا حين يأتي أهل الكوفة ستنهي السيوف أمر الزبير وطلحة ومن معهم من المسلمين. انضم من الأعراب قرابة 2000 رجل، وجاءه من الكوفة مع ابنه الحسن قرابة 8000 رجل بين البر والنهر. ومن البصرة خرج إليه 2000 من أهلها، قد أصبح جيشا عظيما. لابد أن أمير المؤمنين سينهي فيه فتنة قتلة عثمان ويأسرهم جميعا. أرجو ذلك يا أبا محمد، ولكنني أخشى أن يفلت زمام الأمور من بين أيدينا فيشعل الغوغاء حربا بين المسلمين رغما عن الطرفين. أجل والله يا ابن العوام، هذا شيء لم نحسب حسابه. لعلكم تريدون التراجع. إنما خرجنا مصلحين، فإن لم نكمل ما خرجنا من أجله فما أصلحنا. ولكن يجب أن نحذر من المندسين في صفوف المسلمين. على كل حال، علي مع جيشه سيأتون إلى البصرة، فنظم جنودكم تحسبا لأي طارئ قد يحدثه هؤلاء الغوغاء الذين اندسوا بين صفوف المسلمين قبل لقائنا بأمير المؤمنين، وإن شاء الله ستنتهي الأمور على خير. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حسن؟ اشتقت إليك. الحمد لله يا حسين، وبي شوق إليكم. كيف حالك يا أبا عبد الله؟ اكتملت فرحتي برؤيتكم أيها القعقاع. كيف حالك يا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، بخير والحمد لله يا عم. وكيف حالك أنت؟ الحمد لله. ما أخبار أمير المؤمنين؟
ستعرفون أخباره حين ترونه، فهو بانتظاركم، فهيا بنا إليه. لقد عاد الحسن وعمار بن ياسر ومعهم جيش الكوفة، ماذا ستفعل؟ رأيتهم، ولكن ماذا سنفعل الآن؟ بعد أن نعرف ما وراءهم نفكر فيما سنفعل. أشعر أن إقامتنا في هذه البقاع لن تطول، وسرعان ما سنقفل راجعين إلى أهلنا إن شاء الله. ربما يكون شعورك في محله بعد الذي سمعناه من أمير المؤمنين. سيكون الصلح بين المسلمين أقرب إلينا من أي وقت مضى إن شاء الله. نعم والله نعم، فهو لا ينكر عليهم مطالبتهم بدم عثمان رحمه الله، ولكنه يختلف معهم في التوقيت، وهو يعرف قدر طلحة والزبير وهم يعرفون قدره أيضا. إنهم أعمدة الإسلام اليوم يا ابن حاتم، ولذلك أخبرنا أمير المؤمنين أنه سيجنح نحو الحوار والصلح تحاشياً لأي فتنة قد تحدث دون مبرر. لله در أبي الحسن، فقد أنصف والله. صدقت أيها القعقاع، صدقت. قد أزف الترحل يا ابن عمتي. ربما لا. ولما لا؟ وقد اكتمل الجيش، لم يبقى لنا إلا أن يقول أمير المؤمنين سيروا على بركة الله فنسير. اسأل الأشتر متى المسير. السلام عليك أيها الأشتر. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أريد أن أسألك عن أمر ما. قل. ألم يقل أمير المؤمنين متى مسيرنا إلى البصرة؟ لا. ألن نسير غدا؟ لا أظن ذلك. لن يتحرك علي إلى البصرة. لما يبقينا هنا؟ أيها القعقاع، يا ابن عمرو. أبا عبد الله، خيرا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليك السلام. ما الذي حدث يا حسين حتى تأتيني في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ لا شيء، ولكن أمير المؤمنين يريد رؤيتك. وماذا حصل؟ لا أدري، قال لي أحضر لي القعقاع دون أن يدري أحد. هيا بنا. قد أرسل علي القعقاع بن عمرو إلى البصرة. لما؟ لا أدري. لعله أرسله إلى أنصاره في البصرة يستنهضهم. لا أدري، لكنني غير مرتاح لهذا الأمر. ربما أحد من قومه يعرف السبب. سألتهم جميعا. لا يعرفون، حتى أن بعضهم لا يعلم بخروجه أصلا. أنت ماذا خمنت؟
ابن أديسن البلوي مستحل حرمة الله وقاتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة الرحمة يا معاوية. الآن تطلب الرحمة يا ابن أديس؟ ولماذا أرحمكم ولم ترحموا ذلك الشيخ الجليل إذ منعتم عنه ما هو وأهله أياما ثم أمعنتم في قتله دون جريرة اخترفها أو دم؟ صدقني سأساعدك على الوصول إلى بقية قتلة عثمان وسأكون خادمك المطيع، ولكن أرجوك أحفظني حياتي، والله لن أعيدها مرة أخرى. هذا هو حالكم عندما ترون السيف على أعناقكم، والله لو أنك على حق لما جزعت. أيها الحرس افتحوا السنزانة حتى نقيم عليه القصاص. الرحمة يا معاوية، الرحمة، أرجوك يا معاوية، أرجوك الرحمة يا ناس، الرحمة، أرجوك يا معاوية ابقى على حياتي. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، وارفع عنا الخلاف والشقاق. اللهم وفق أمير المؤمنين إلى ما فيه خير هذه الأمة، وجنبوا وإيانا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين دار عبد الرحمن بن أبي بكر؟ هناك عند أبي بكر. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. وكيف حال أم المؤمنين؟ فقد بلغنا أن بعض الغوغاء قد حاولوا قتلها، وقد أطلق ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إنها بحفظ الله بخير، وقد نال من حاولوا قتلها جزاءهم. حفظكم الله وأمير المؤمنين. ولكن ما الذي جاء بأم المؤمنين إلى هنا؟ تقول أم المؤمنين إنما جاءت مصلحة بين الناس. جزاها الله خير. لا بد أنه الزبير بن العوام. قل لي أيها القعقاع، ما هي أخبار أمير المؤمنين؟ إنه بخير والحمد لله. الحمد لله. والحسن والحسين؟ إنهما بخير أيضا والحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبا عبد الله. ثمه امر يدبر في الخفاء ايها الاشتر. اجل اجل يا ابن وهب اجل. ماذا تظن امير المؤمنين فاعلا؟ لا ادري لا ادري لا ادري يا ابن وهب لا ادري. جيش امير المؤمنين قد اكتمل بناؤه، فلما بقاؤنا في الذقار؟ لما لا نخرج الى اعداء الله في البصره ونردهم الى طاعه امير المؤمنين؟ ثم لماذا يرسل اليهم القعقاع بن عمرو؟ لعله يريد الصلح. شر والله إن حدث ذلك أيها الأشتر. إن اصطلحوا فسيكون ذلك على دمائنا. لا 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 أظن أن أمير المؤمنين سيطيعهم فيما طلبوه.
لأن مطلبهم ليس مطلب حق. لعله يرى رأيهم في خروجنا على عثمان. يرى رأيهم؟ وهو لم يلي هذا الأمر إلا بسيوفنا. لعلهم غلبوه على أمره. لا، ليس علي بالمغلب، ولكن لننتظر ونرى سير الأمور. لكن الانتظار ليس في صالحنا أيها الأشتر. لا نملك غيره. قد خرجنا جميعا نبغي الإصلاح وإقامة القصاص على قتلة عثمان، ولكن بعضهم احتمى بقومه فمنعوه عنكم حمية له ب6000 رجل كحرقوس بن زهير، وهم لم يكونوا من قتلة عثمان ولم يوافقوهم بل أنكروا قتله. هذا صحيح، فنحن إن أبينا إلا الظفر به فسيموت دونه من لم يتلوث بدم عثمان، وسيترتب على ذلك مفسدة تتنافى مع ما ننادي به من الإصلاح. لقد اجتمع خلق كثير من ربيعة ومضر يريدون الثأر لمن قتل من أبنائهم. فما الذي تراه أيها القعقاع؟ أرى أن تجتمعوا معنا لنكون مفاتيح خير كما كنا دائما، وأن لا نتعرض للبلاء فيتعرض لنا فيصرعنا الله. وأيم الله، إني لأقول هذا وأدعوكم إليه، وإني لخائف أن لا يتم هذا الأمر حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة، لأن الذي حدث أمر عظيم، فهو ليس كقتل الرجل الرجل ولا النفر الرجل ولا القبيلة القبيلة. أصبت وأحسنت أيها القعقاع، سأقول ما عندي، فإن كنتم لا ترون ما أرى فردوه علي. قل يا أبا عبد الله. أقول يرجع القعقاع إلى أمير المؤمنين، فإن وجد عليا على مثل رأيه صلح الأمر. نعم الرأي رأيك يا أبا عبد الله. ولكن كيف نسكت عن هؤلاء القتلة؟ ألم نخرج من أجلهم؟ ألم نقتل منهم في البصرة؟ ألتركهم وقد أصبحت نهايتهم قاب قوسين أو أدنى؟ لقد تعقدت الأمور كثيرا، ومع ذلك يجب ألا نتقاعس عن ملاحقة قتلة عثمان. لقد قتلنا منهم الكثير، ونحن إن وصلنا هذا الأمر دون ترون فقد نضطر إلى مواجهة من لا ناقة له ولا جمل في مسألة قتل عثمان من قبائل العرب. يجب أن تهدأ الأمور قليلا ثم نقيم القصاص عليهم. لا نريد أن يلتقي المسلمون غدا فيقتل الأخ أخاه والأب ابنه. نحن نقيم حدود الله. قد حاولنا ما استطعنا، ولكننا نحتاج إلى التروي الآن وإلى الاجتماع مع أمير المؤمنين. الزبير على حق يا مروان، إن أمير المؤمنين يرى ما نراه، ولكنه يختلف معنا في الطريق. لقد خرجنا للإصلاح، ولقد أجابنا أمير المؤمنين إلى ذلك، وهو سيعرف كيف يقيم الحد على قتلة عثمان. متى؟ هل قد مرت الشهور ولم نرى شيئا؟ منذ بايعنا أمير المؤمنين وهو يجهد من أجل استتباب الأمور وما زالت عالقة، وها أنت ترى كيف ثارت علينا بعض القبائل بعد أن قتلنا قتلة عثمان في البصرة. صحيح، فقد خرج بنو عبد القيس من البصرة متجهين إلى أمير المؤمنين للانضمام إلى جيشه، وهم حاقدون علينا، وكذلك اعتزلنا قسم من بني سعد وغيرها من القبائل.
أمير المؤمنين بانتظارك يا ابن عمر. أمير المؤمنين فقط أيها الحسن؟ ادخل الآن وأراك بعدها. بحول الله. السلام على أمير المؤمنين. وتقول لعلي: يبلغك السلام ابن عمتك صفية ويقول لك: أقبل إلى البصرة حتى ننهي هذا الأمر، سائلين الرحمن أن يسدد خطانا جميعا لما فيه خير هذه الأمة. وانتبه للطريق يا ولدي. هل من شيء آخر؟ سر على بركة الله يا بني. أستودعكم الله. بأمان الله. بأمان الله يا بني. ما بك يا ابن خالي؟ طلبت مني تجهيز الطعام ولم تدخل. دعك من الطعام الآن، هناك أمر يدبر في الخفاء. عدت من عند القوم هاني ألبان بعد أن سمعت منهم ما أرضاني وأرضى أمير المؤمنين. أفرح أبا محمد كما أفرحتني، أرعاك الله. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل يا ابن عمرو. عرضوا علي رغبتهم في لقاء أبيك من أجل صلاح الأمة وأدي الفتنة. أفصح يا ابن عمر، أخذتني الفرحة، تفضلوا. رأيت العزيمة على الإصلاح في عيون الزبير وطلحة والقوم كلهم، وعيني لا تكذبني أبدا بإذن الله، حتى أن أمير المؤمنين سيرسل ابن عباس إلى القوم ليخبرهم بموعد رحيله إليهم. الحمد لله، هذا والله أمر يثلج القلوب. ما بك يا حسن؟ لماذا تقف أمام بيت جدك؟ أنتظر أبي يا عمّا. أبوك مع أمير المؤمنين ومعه أعمامك وجدك. لكنهم تأخروا يا عمّا. سيعودون إن شاء الله، سيعودون. فقد جرت الأمور إلى ما كنا نتمنى يا حسن. الحمد لله يا حسين. قد مرت علي أيام وأنا لا أرى إلا شرا يتربص بالمسلمين، ولكن الله وفقنا إلى الخير كله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أريد أن أسألكم عن الأخبار التي حملها القعقاع من البصرة إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أولى أن تسأله أيها الأشتر. هل من شيء آخر؟ لا. عن إذنكم إذن. مع السلامة. السلامة. سحقا يا مالك، لن نعرف الأمر. سنعرف، لا تخف، سنعرف. أيها إلى متى ستبقى على هذه الحال؟ يا ابن عمتي، سأدخل لأنام، فقد نال مني النعاس. من ذاك الفارس؟ إن لم تخني عيناي أظن أنه محمد بن طلحة. ما الذي أتى به؟ أهلا بالسجاد. أهلا بمن يقوم الليل مصليا ومتعبدا. أهلا يا محمد. بارك الله بك. إذا كنت لا تريد أن تنام فلي رغبة بمسامرتك. لا والله،
وسبقتني إلى ما أردت، ولكني خشيت أن يكون السفر قد أتعبك. رؤيتكم أزالت عني التعب، الحمد لله أن أمير المؤمنين لم يردني خائبا، وسيلتقي قومنا في البصرة لرأب الخلاف بينهم. الحمد لله. حدثني يا محمد، حدثني عن أمي عائشة، فوالله بي شوق إليها. مؤمنين عائشة، وقل له إن كل من معنا قد انشرح صدره لهذا الأمر، فليعجل بالقدوم إلى البصرة. هل من وصية أخرى يا حواري رسول الله؟ تبلغ سلامي إلى أمير المؤمنين وتقول له إن ابن عمتك صفية لن يفوته أمر فيه خير للمسلمين. جزاك الله بما أنت أهله يا حواري رسول الله. وأنت يا أبا محمد، هل من وصية؟ أبلغ سلامي أمير المؤمنين وأبنائه وقل له نحن بانتظاره. سأبلغه بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تطيع ودائعه. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك.